مشاهدينا الكرام، واهلا بكم حلقه جديده من مصر جميله. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير وصباح السعاده والتفاؤل والامل على كل الدنيا وعلى مصر حبيبتنا. ان شاء الله اللي بيتمنى حاجه تتحقق له باذن الله النهارده. تفائلوا دايما، الخير جاي دايما دايما طول ما احنا عايشين في امل. النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوعين مهمين جدا. قبل ما نروح للاخبار ومجموعه الاخبار اللي عندنا النهارده، هنتكلم على تكريم السيد الرئيس لمجموعه من الطلاب اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر. والحقيقه كان اختيار الطلاب دول كان نموذج لقدوه لزمايلهم من شباب كتير قوي. النهارده هيكون عندنا الطالبة أو المهندسة إيمان راغب، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ. وإيمان كانت قصة نجاح مهمة جدا وتم تكريمها، وهي ما كانتش عارفة أصلا أن هي هتتكرم في هذا المؤتمر. إيمان كمان بالإضافة لتكريمها من السيد الرئيس، إلا أن هي أول فتاة ترأس اتحاد طلاب جامعة وهي جامعة كفر الشيخ. الفكرة هنا أنه زي ما بنقول دايما أنه لازم كل الشباب ياخد فرص، ولازم انه المرأة فعلا. لما اجي انا النهاردة اتكلم على اتحاد طلاب، وكتير من حضراتكم دخل الجامعات وشاف قد ايه مجهود شاق، وقد ايه اجتماعات، وقد ايه تنظيم اسر في الجامعة، وقد ايه تنظيم نشاطات، وانه بيتكلموا في تثقيف سياسي، وبيتكلموا في شؤون دولة، وبيتكلموا في كل حاجة. الحقيقة الطلاب داخل الجامعة وليهم وجهة نظر ورؤية محترمة، بترقصهم النهاردة بنت منهم زميلتهم في الجامعة، ده هنا النهاردة خطوة المفروض نتوقف عندها ونقول انه فعلا في مصر المرأة ابتدت تاخد حقها. هنتكلم كتير مع ايمان وهنشوف ايه هي قصة نجاحها، اتكرمت ليه، ازاي كانت بتتعامل وهي رئيس اتحاد طلاب لجامعة كفر الشيخ. ده كله في لقائنا ان شاء الله في مصر جميلة. عندنا كمان زي ما بنقول دايما انه المبادرات المهمة، والمبادرات دي هي تكاتف مجموعة من الناس، مجموعة من المواطنين، خدمة المجتمع، الجمعيات والمؤسسات والمنظمات اللي بتشتغل عشان خاطر بلدها. الفكرة نفسها دي ما أنا مش عايزها إن هي ما تكونش موجودة عندنا. دي ثقافة بتاعت مجتمعات متقدمة، هم بينزلوا يعمل خدمة للمجتمع بتاعه، بيعمل فكرة، بيعمل مبادرة. المبادرات دي احنا هنا في مصر جميلة بنتبناها لانها بجد مهمة، وفي ناس كتير اشتغلت على نفسها وناس كتير خدمت المجتمع بتاعها. ده مهم جدا. مهم يا جماعة، لانه لو احنا ما تكتفناش مع بعض وعملنا حاجة فعلا، احنا مش هنستنى ان الحكومة او المحافظ او رئيس الحي او ان هو يقوم بدوره واحنا قاعدين بنتفرج عليه. طب على الاقل احافظ، على الاقل مرميش قمامة في المكان اللي انا فيه، على الاقل ان انا ازرع شجرة. هتوقف عند زراعة الشجر، وزي ما انتوا شايفين يعني من اجمل الحاجات في مصر جميلة هو المكان اللي احنا بنصور فيه النهاردة مع حضراتكم، وهو الخضرة والشجر والحاجة الجميلة دي. طب ما تخلي ده حوالين بيوتنا، خلي ده في الاماكن اللي احنا بنعيش فيها، ده هيدينا بجد انطباع وتفاؤل حلو قوي. النهاردة هيكون معانا الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس شبكة العربية للتنمية، وهنتكلم عن مبادرة المليون شجرة، وما فكروا ازاي، ايه الفكرة جات منين، هيصرفوا على ده ازاي، والاماكن اللي هيزرعوا فيها المليون شجرة. ده كله هيكون حوارنا ان شاء الله مع ضيفنا باذن الله في مصر جميلة. روح مع حضراتكم لفقرة الاخبار، وكلها بتهتم بالعملية التعليمية، مش داخل القاهرة والجيزة واسكندرية والمحافظات الكبيرة، لا ده مجموعة من المحافظات واغلبها بتكون في الصعيد، وده جزء مهم جدا ان احنا نلقي الضوء على ما يحدث من تطوير لبنية اساسية في التعليم، وتطوير كمان للانسان اللي هيتعلم واللي هيعلم. الخبر الاول بيتكلم عن محافظ اسيوط، بيتكلم بيقول طفرة غير مسبوقة في بناء المدارس لم تشهدها المحافظة من قبل، وانشاء واحلال وتوسعة 17 مدرسة واستلام 18 مدرسة جديدة بتكلفة تبلغ 221 مليون جنيه. وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط ان هناك طفرة غير مسبوقة في بناء المدارس لم تشهدها المحافظة من قبل، حيث يجرى انشاء العديد من المدارس الجديدة وتوسيع للمدارس القائمة بالفعل، ده لاستيعاب الكثافة الطلابية في الفصول، وده جه ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بأسيوط، ووفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أيضا المحافظ أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.
طيب الكلام ده بيتماشى مع ايه؟ بيتماشى مع اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه عام 2019 هو عام التعليم. انا لما اتكلمنا كتير في هذا البرنامج عن هذا الاطلاق لهذا الاسم عام 2019، هنا فيه اهتمام بجد بقى بالتعليم، واهتمام بمنظومه وبرامج التعليم اللي هتكون جايه باذن الله في المرحله القادمه. هتعلم كويس، هتاسس كويس، هتطلع جيل بيفهم، هتطلع جيل يبني بلد قويه، وده اللي قامت عليه دول كتير حوالينا واحنا مش اقل من ده. انتوا لما تشوفوا، ما شفنا مؤتمر الشباب وشفنا الكلام اللي بيتقال في هذا المؤتمر وشفنا فكر الشباب بتاعنا وهنشوف نموذج النهارده في مصر جميله من الشباب، والله العظيم احنا مش اقل من ده. طب ايه اللي بينقصنا؟ هل هي منظومه؟ هل هي اداره؟ هل هي برامج احنا كنا شغالين عليها وما جابتش نتيجه؟ النهارده هنستحدث برامج جديده او هناخد برامج جديده؟ ده اللي انا ان شاء الله اتمنى ان انا اشوفه، وهيكون هنا في مصر جميله مسؤولين في المرحله اللي جايه ان شاء الله هنتكلم معاهم عن هذا الملف باستفاضه مع حضراتكم. الخبر الثاني النهارده بنتكلم على انه نجحت الهيئه القوميه لسكك حديد مصر في عقد اتفاق مع احدى الشركات المتخصصه في نقل الحاويات لتسيير رحلات منتظمه اسبوعيه من ميناءي الدخيله والاسكندريه الى اسوان، حيث انطلقت امس الرحله الاولى بقطار مكون من 20 عربه ينقل 20 حاويه من ميناء الاسكندريه الى اسوان. وياتي هذا التعاقد استكمالا لخطه وزاره النقل في نقل الحاويات من المواني المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل وضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل. حلو جدا، ده حاجة أكتر من رائعة. بنقول إن الطرق بتاعتنا وشبكات الطرق اللي اتعملت كلها بيهدها النقل، بيهدها نقل البضائع. احنا عندنا النيل بيربط مصر كلها بمحافظاتها كلها، ليه ما بنستخدموش؟ عندنا السكك الحديد، النهارده لما انقل البضاعه بتاعتي على خطوط السكك الحديد امن، اوفر، ارخص، احسن. فخلينا نروح للجديد. دي يمكن الاخبار اللي حبينا نقولها لحضراتكم سريعا. في تطور ان شاء الله، في امل في الايام اللي جايه باذن الله، ودايما تفائلوا لانه تحت هذا العنوان الكبير مصر جميلة هتلاقوا ما هو أفضل. بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم. أنا ابن المنوفية وصعيد.